الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين. أحبتي الكرام، لازلنا زلنا نستظل بظلال رمضان، شهر القرآن، واخترت لكم في هذه الحلقة المباركة، موضوعًا من أعظم وأخطر الموضوعات، وموضوع الرياء. وهذا الموضوع، علاش الأحباب ديالنا حاولوا تناولوا فات رمضان؟ لأن يعني كثير منا وللأسف، عندما يكون مع الناس مثلا تقول مثلا البارح صليت 20 ركعه، ختمت القران خمسه المرات، سبعه المرات، ثلاثه المرات، نحن لا نتكلم عن النوايا، ولكن احبتي الكرام قد يدخل الشيطان من هذا الباب. قد يدخل الشيطان من هذا الباب، ولذلك الانسان من الاحرى والافضل له ان يستر هذه الاعمال الصالحه، ولذلك لا زلت اتذكر احد العارفين بالله كان عندما يصلي في البيت يعني يصلي صلاه المريض. وعندما يصلي في المسجد كان يصلي صلاة المجنون فسأله ابنه الأب ديالي يا, الأبد يا لياب أبا قال لي ملي كتكون في الدار كتصلي واحد صلاة يعني ثقيلة وملي كتكون في الجامع كنشوفك زرب، فقال له يا بني تلك الصلاة يعني في المسجد تكون بيني وبين الناس أما التي في البيت هي بيني وبين الله تعالى شوف الناس كيفاش كانوا كيربيو نفسهم على الاخلاص لله تعالى وهناك ايات واحاديث نبويه عظيمه تناولت موضوع الرياء منها قول الله عز وجل في القران العظيم فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساوون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون اذا الرياء ومن السنه النبويه قول النبي عليه الصلاة والسلام أنا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال قالوا بلى يا رسول الله قال الشرك الخفي الشرك الخفي كيبانش كاين الشرك اللي هو باين مثلا كنستغيثوا مثلا بغير الله مثلا كنمشيو الأضرحة تقول ابو لي فلان ابو لاي قدور ابو لاي كذا هذا كيعطي العزار هذا كما كيديروا بعض الناس والعياذ بالله وهذا من الشرك الاكبر الذي لا يغفره الله تعالى قال الله تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء كاع لم الله الا الشرك بالله والعياذ بالله وقال الله تعالى في ايه اخرى ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه وماواه النار والعياذ بالله اش قال سيدنا محمد في الأخر يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته كيصلي بالخشوع قدام الناس وكيدير راسو كيخاف الله تعالى وكذا لما يرى من, من نظر رجل يعني كيشوف واحد كيشوف فيه فكيزين الصلاه ديالو والعياذ بالله والانسان كيولي العمل ديالو محبوط وقال الله تعالى ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن من التوكيد عملك ولا تكونن من الخاسرين يعني فالانسان الحباب ديالنا ضروري انه يحافظ على الاخلاص علامات الرياء نعطيو بعض العلامات اللي كتبين الانسان يرى الناس اول هاد الـ هاد, الـ هاد الـ وأن هو ان يزيد في العمل الصالح عند سماع ثناء الناس عليه مثلا تكون شي مجموعة تقرا القران مزيان تبقاو تشكروا فيا ما شاء الله صوتك جميل اش كندير انا كنزيد تبارك الله العضلات كتنفخوا شي شويه والصوت ديالي كنجملو لا ديالنا انا عندما اؤم الناس او اقرا القران او اعلم الناس العلم حتى كنعلم الناس العلوم الحديثه كاستاذ الرياضيات او الفيزياء او كذا انا عمل هذا عمل لله تعالى ما كنشوفش الناس شنو غيقولوا عليا كنتعامل بينه وبين الله تعالى من العلامات الرياء الثانيه ان يتقصد يعني كيتعمد كي كي ان يتقصد اظهار اعماله الصالحه للناس وتحديثهم عنها اللي قلنا قبيله ان تقول مثلا مشيت لواحد الباديه بنيت جامع مشيت لواحد الباديه كان خاصهم واحد الزربيه في الجامع خديتها لهم كان خاصهم واحد مكبر صوت خديته لهم او واحد سيدك كبيره دازه الفروج بانت مسكينه كتسعى دير عمليه مشيت ديتها العمليه لا الحباب ديالنا لا نعم ان تبدو الصدقات في نعيم ما ولكن ما تنساوش وان تخفوها وتوتوها الفقراء فهو خير لكم خير لنا ان نسورة تلك الاعمال التي نقوم بها كذلك هناك مدى علامة ديال هناك علاج للرياء كاين امور تساعدنا احبتي الكرام من اجل الابتعاد عن الرياء والتخلص منه اول هذه الامور التزود بالايمان انسان يذكر الله تعالى يستغفر الله تعالى ويكون هذا التزود بالايمان كنقصد به ان يكون القصد يعني العمل لله تعالى الاخلاص والصواب وان يكون في الاعتقاد كذلك هذا العمل كنديروا لله تعالى حتى يبارك فيه الله تعالى ثاني شيء يعالج الرياء يعني هذه النقطة الأولى، النقطة الثانية الأحباب ديالنا استحضار عظمة الله واستحقاقه للعبادة وحده، أنا كندير هذا العمل لله تعالى، شنو هو الدليل ديالنا؟ الدليل ديالنا في واحد السورة كنقراوها 17 مرة غير في الفرائض ويقول الله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، أي نعبدك يا الله وحدك ونستعين بك وحدك لا شريك لك. ثالث أمر يساعد على العلاج ومداواة الرياء شنو هو والتذكر بان مدح الناس وتناءهم عليه عليك وعلي اخ الكريم لن يزيدك في شيء قالوا لك تبارك الله مزيان ولا خيب هادشي ما غيزيدك في اذا كنت كتعامل مع مع رب الناس سبحانه وتعالى كذلك من الامور التي تعالج الرياء وتداويه الاطلاع على سيره النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته والتابعين كيفاش هذوك الناس كانوا كيتعاملوا مع الله سبحانه وتعالى القصه المعروفه ديال سيدنا عمر سيدنا عمر بن الخطاب يعني كان كينوض بالليل وكيقوم الليل وكيمشي يدور على اليتامى والتكله وكان كيتلقاو الصحابه في يعني بالنهار تقول شنا كطوف على البيوت ديال المحتاجين تقول أنا لا لست انا ماشي انا ذاك السيد مخافه الرياء الاحباب ديالنا اخر علاج احبتي الكرام للرياء والالحاح في الدعاء واخلاص الدعاء لله تعالى الانسان ماشي عيب ديما يدعي الله تعالى يعونه على انه يتخلص من الرياء الحبا ديالنا الرياء راه مصيبه مصيبه عظمى الانسان كي يجيب الحسنات كثيره كما جاء في الحديث الثلاثه الذين تصعر بهم جهنم يوم القيامه الاول شنو القران مزيان الثاني كان مجاهد الثالث كان سخي فكيصب الله تعالى كامر بانهم يترموا في جهنم تقول الاول يا ربي كنت اعلم الناس العلم والقران تقول نعم كنت تعلمهم يقال عالم وقارئ فقد قيل ثم يسحبوا على وجهه في جهنم ثم ياتي بالثاني انسان اللي سخي كيصدق على الناس وكيبني المستشفيات وكذا تقول يا ربي لا راه كندير هذا الشيء من اجل كذا مساعده اليتامى والمحتاجين تقول لك انت كدير هذا باش يقال سخي وجواد فقد قيل في الدنيا ثم يسحبوا في جهنم ثم ياتي بالثالث تيقول لي يا ربي انا كنت كنجاهد من اجل اعلاء كلمه الله ومن من اجل اظهار الحق وابطال الباطل تقول لي الله عز وجل بل كذبت بل فعلت ذلك ليقال يعني مجاهد وفارس فقد قيل في الدنيا والعياذ بالله ولذلك احبتي الكرام كان من دعاء عمر بن الخطاب اش كانت تقول اللهم اجعل عملي صالحا ولوجهك خالصا ولا تجعل لاحد من عبادك فيه نصيب الدعاء هذا نحفظه الاحباب ديالنا نعوده اللهم اجعل عملي صالحا صلاح ولوجهك يا ربي خالصا يكون لله فقط ولا تجعل لاحد من عبادك فيه نصيبه يا ربي ما بغيت واحد هذا العمل نديرو باش يشوفوه الناس ونحكي لكم واحد القصه في بعد الحلقه ان شاء الله وقعت الامام الغزالي ابي حامد الغزالي صاحب احياء علوم الدين كان من اللي الف الكتاب ديال احياء علوم الدين ولا معروف بزاف فمني وكيف يصلي في الجامع كيدوروا به الناس وكيبغيو يهضروا معاه وكاين اللي منه فسيدنا امام الغزالي بغى يربي نفسه طلع لواحد الجبل واعتكف فيه وكان فيما كيسمع الاذان كينزل واحد الدوار كيصلي فيه نزل واحد النهار على الدوار ويسمع هذاك الامام اللي كيحدث الناس في الدرس بالعشاء تيقول لهم ولقد قال الامام الغزالي هو مسكين بالغته وخرج بحاله باش يربي نفسه باش ما توقعش في الرياء الاحباب ديالنا لا بد لا بد من استحضار النية لله تعالى وان نحارب جميعا هذا المرض العضال وحنا خاصه في هذا الشهر شهر رمضان وكل الناس كتلقى ما القفاة رمضان كيعاونوا الناس المحتاجين ولكن مع الاسف كاين اللي كيتصور معاهم كاين اللي كيبين واحد الصوره مبتذله كاين اللي كيبغي يبين الناس راه كيدير لا الحباب أنا! الله يجازيكم بخير، الله يفتح عليكم محبتي لكم حاولوا العمل كل لله تعالى بغيت نصدق بينو بينه وبين هذوك الناس بغيت نزكي بينو بينه وبين هذوك الناس بغيت نعاود شو محتاج بينو بينه وبين هذوك الناس علاش لعل الله تعالى يبارك لي في عملي اسال العلي القدير ان يبارك لي ولكم في اعمالكم وفي صيامكم وفي قيامكم وفي قرآنكم إن شاء الله اللهم اجعل عملي صالحا ولوجهك يارب خالصا ولا تجعل لأحد من عبادك فيه نصيبا اللهم إنا نعوذ بك من الرياء ومن النفاق ومن الشقاق ومن سوء الأخلاق اللهم ارزقنا حسن الاخلاق، اللهم ارزقنا حسن الاخلاق، فانه لا يهدي لاحسن الاخلاق الا انت يا رب العالمين، ربي اغفر وارحم وجود وتكرم وتجاوز عما تعلم، فانك انت لا عز الاكرم، وانت تعلم ولا نعلم، وانت علام الغيوب، اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله واصحابه وازواجه امهات المؤمنين، سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.